السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طوفان الأقصى في يومه 27، صمود المقاومة الفلسطينية في غزة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ونجاحها في صناعة توازن القوة الجديد مع العدو الصهيوني، هذا التوازن الذي حيد منذ اتفاقية كامب ديفيد 77. طوفان الأقصى والتحولات الجيوسياسية المرتقبة والارتحال من مربعات التجاذب الطائفي وضيقها والتي انتعشت ما بعد 11/2 إلى حتميات التشبيك العربي والإسلامي المقاوم للمشروع الصهيوني ومشاريع التطبيع العربي وسعته. هل أطاح طوفان الأقصى بأوهام ما يسمى بصفقة القرن؟ كيف نقيم مستوى التعاطي الرسمي العربي مع ما يحدث من مجازر الإبادة والتطهير العرقي التي حذرت منها الخبيرة لدى الأمم المتحدة في غزة؟ إلى أي حد يعتبر الموقف التونسي متقدما ومفاجئا في دعمه الخطابي على الأقل للحق الفلسطيني؟ نناقش هذه الأسئلة ومع أكثر استفسارات واستضاحات مع ضيفنا عبر تقنية سكايب الدكتور رفيق عبد السلام وزير الخارجية التونسي الأسبق. دكتور رفيق، مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بالسادة المشاهدين وعذرا على التأخير. البارح كما نعرف أو أول البارح فجرا فر 5 مساجين، أو على الأقل باش نكونوا دقيقين، كما اعترف السيد قيس سعيد تهريب 5 سجناء محكومين محكوميات طويلة فيها المؤبد فيها الأشغال الشاقة، تهريبهم من سجن المرناقية. من بين اللي تم تهريبهم كما قلنا ما يسمى بالصومالي أحمد المالكي المسجون منذ عام 2014 ومحكوم عليه بالسجن 24 عام، حكم مازال مش نهائي مش بات، في قضايا اغتيال السياسيين بالعيد والبراهمي.